عن ألعاب الماء في النادي الأهلي، حدث ولا حرج، سواء كرة ماء أو غطس أو سباحة. نبدأ برجال الغطس. كرة الماء، خلونا نبدأ بكرة الماء. كرة الماء. الوحوش دول حقيقة حققوا دوري وكاس، ما سابوش حاجة لحد تاني، يعني ألف مبروك. الوتر بولو أو كرة الماء في النادي الأهلي. هناخد صورة تذكارية. كرة الماء حققت دوري وكأس مصر للرجال. شكرا ليكم وكل التوفيق ان شاء الله، وننتظر منكم المزيد. شرفتونا كالعاده. عندنا انجاز كبير اتحقق كمان في الغطس والسباحه، هو يعني صديقي الجميل زياد يسري، مش كده زياد؟ محمد علاء عبد الستار كابتن الفريق. مظبوط. انت مستعد؟ فلازم تقول لنا كلمتين. ايوه انا حقك عليا، ما ينفعش ما توجهش كلمه للكابتن الخطيب والمجلس الاداره طبعا بشكر كل من ساند في الانجاز دوت. احنا يمكن بطوله الدوري كانت غايبه عننا بقى لنا فتره، والحمد لله السنه دي بمجهود اللعيبه والجهاز الفني ومساعده الاداره الحمد لله قدرنا نحقق انجاز كبير السنه دي، ان احنا ناخد الدوري والكاس ونجمع البطولتين دول مع بعض. والحمد لله السنة دي يعني يمكن الدوري جه بعد عناء بدون هزيمة، فالحمد لله يعني هايل. بشكر كل اللي ساندنا يعني. شكرا. الغطس والسباحة زي ما بقول لحضراتكم من جهاز ألعاب الماء حققوا أيضا جملة من البطولات هنقولها لحضراتكم بعد أن نرحب بالأبطال على المسرح. تاريخ طويل وعريق الحقيقه لألعاب الماء، سباحه وغطس في النادي الاهلي. خلونا نعد واحنا تعبنا من العد الحقيقه. احنا عندنا كاس مصر الدرع العام، ايضا بطوله الجمهوريه غطس، كاس مصر غطس وبطوله الجمهوريه للسباحه التوقيعيه، والدرع العام لسباقات سباحه المياه المفتوحه. الف مبروك.